على ملعب العهد حقق التضامن صور فوزه الأول هالموسم، وكان على حساب المبرة الجريح بهدف دون رد. المبرة دخل المباراة وبيعرف تماماً أنه أمام تحدي الخروج بنقطة على الأقل، خصوصاً بعد التغيير بالجهاز الفني. هدفه إجراء صدمة قد تكون إيجابية لكنها كانت سلبية. من جهته عاد التضامن بثلاث نقاط كاملة لصور، جددت الثقة للاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة العهد بالأسبوع المقبل. فنياً سيطر التضامن على الشوط الأول مع محاولات خجولة من الطرفين، أما بالشوط الثاني فتحسن أداء المبرة لكن من دون ما ينجح بالتسجيل بسبب رعونة مهاجمينه. الفريق الصوري انتفض بالدقائق الأخيرة من المباراة وسجل هدف الفوز بواسطة نجم الفريق يوسف عنبر. المبرة بانتظاره مباراة صعبة أمام طرابلس بالأسبوع المقبل على أمل حل المشاكل الهجومية. بدوره بيأمل التضامن أنه يشكل هالفوز نقطة انطلاق لحصد النقاط.